والله هسه الخيام شفتوها ان شاء الله تقريبا 150 خيمه، ما عندنا مي، ما يروح نجيب مي من بحيره ونشرب، يعني حتى تعقيم ما يرهم به. هذا الخام الابيض هذا بالوسطه سبب لنا حساسيه، حتى يعني بالليل نقوم نحك اطفالنا وعوائلنا كلها، ما متوفر لنا هناك كل شيء. حتى صحيات، هاي الصحيات الخارجيه ما تخدم عوائلنا كعائله، يعني المره تروح من نارقات صحيات هم انتم اولاد عرب وكنا احنا ما نقبل هالحكي. ماي شرب ما قلت له، جاي نشرب من البحيره احنا. ومن جينا هنا لا جانا طحين ولا تمن ولا عدس ولا اي شيء. اليوم الصحه ان شاء الله، ان شاء الله نامل يكون خيرها كثير لنا. شكينا لهم على الحساسيه، هاي الخام هذا الابيض يريد يتبدل، واحنا اللي ندير بالكم علينا. والله الصوبات عندنا صوبات، والله ما شغلتها غير يومين، ما عندي فلوس اجيب نفط. هم اريد نفط احنا، اريد على الاقل الخزان هنا يجي خزانات تانكات، يعني ينترسل مي لولي ترسل مي. هاي دناش المحافظ من جامل وذمله في الرملايه، هاي احنا عقارب مليون ما انطونا مساعدات، ما انطونا خيمها كلها مشققه، كل واحد اقل شيء صرف على الخيمه 500,000، لا رواتب لنا لا مي يجينا لا ادويه تجينا، الله وكيك لحد الان كيل وتمن ما انطونا. ليش؟ احنا مو راقيين؟ محافظ يجي يشوف حالتنا، هاي كلها رمل عقارب الله وكيك، النهار كلها هاي جاي تحك تحك من الخيمه، ولا بدلناها كل واحد صرف على الخيمه اقل شيء 500، هسه المليون ليش ما يعطينا مليون؟ ليش؟ احنا مو راقيين؟ الله اكبر، مي نشتري بفلوس، اكل نشتري بفلوس، لا رواتب لا سخام، مولدات ماكو، حتى بفلوس ماكو، يعني حتى فلوس ما ضربنا. يقول ما نعطيكم انت نشيل منا، نشيل شوف لنا شاره المليون. هسه الناس كلها اخذت، احنا ما اخذنا مليون، هذول العالم من اخذ مليون ياهم منكم؟ احد اخذ؟ ليش؟ يعني احنا مو راقيين؟ اذا اقول انتم مو راقيين تا نقلب الجنازه مالتنا ونشققها ونمشي على وجوهنا، نشوف لنا دوله تلفينا يهوديه اسلاميه عربيه، ما يصير هيك يعني. يعني ذبنا بهالرملايه الله لا يخاف، يعني مره يجي واحد مسؤول يشوف حالتنا يشوفها، ما يصير هيك يعني. هسه احنا هزينا من داعش، غير اكون هنا يعطونا مواد، يعطونا مي، كهرباء، مساعدات، المليون يعطونا المليون تا نحط على خيمنا، هاي تفضل هاي خيمنا، روح طب وشوفها شلونها مشققه، لا فراش بيها، لا والله هسه نص عوائلنا تنام على القاع، نصها تنام على، وزين كل عائلتين ثلاثه بخيمه واحده، الله ما يقبلها. هنا نازحين من الفلوجه، مخيم السياحيه. يعني هذا مخيم ايش كبره وايش عرضه؟ لا مي واصله، يعني لا مواد لا شيء، يعني التانكي نترسه والعالم كلها مقعده، لا شغل ولا عمل، يعني التانكي يعني نترسه بيوم ب 5000 دينار. لا كهرباء وصلتنا، لا مي واصلنا، كل شيء ماكو، شوفت على قد حقات تراب شلون يذرب الخيم. لا مساعدات. والنوب والمساعدات، والنوب حاطين هذا داخل الخيم. هذا يعني يسوي حكه بالجسر. حتى قام جاي احنا من طالبكم لازم تبدلون لنا اياه، تحط لنا غير شادير حتى يحمينا من الشمس من البريد، يعني الظهر تجي عليه حاره وبالليل بارده، هاي الاطفال هسه كلها يعني مرضى. جابت يعني جابت هاي الابر والادويه ووزعتها للمخيم وجزاهم الله خير، والله ما يقصرون، بس احنا نطالب ان شاء الله هم اتينا غير الجهات الاخرى مساعدتنا، يعني على الخيم على المي بلكت، يعني يسوون لنا خدمات وغذائيه مساعدات، ونفط ما عندنا لا غاز لا شيء وصلنا، يعني تدبهنا 17 شليف ونفط ماكو، ب 30 على الشارع، يعني اهم شيء، يعني اهم شيء خدمات، اهم شيء.